السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الصحة؟ الله يسلمك. الردهات داخل مستشفى صدر العام تلقت بأعداد المصابين وآخرين مقاعدينهم مثل ما شفنا هسه بالطرق. بالطرق امكانين طرق المكان تفرغ المكان من الخطيب ومن الزهري يلا نقدر نتكلم. هسه اجت الموافقة 33 إحالة بوزتيف راح ننقلهم لابن الخطيب. مستشفيات بمدينة الصدر امتلئت بأعداد المصابين. وشهيد الصدر. هسه هسه فحصنا او ثلاثة بيهم وثلاثة ما بيهم. ويلي. هسه احنا سوينا تحاليل طلعنا نيجاتيف. هاي ثلاث سواق احنا راح نطلع امبارح اليوم يعني شو اقول لك بس رحمه الله ملينا من الراحه وجي ابن الخطيب ابن زهر جيب هسه فتحنا ابن الهيثم بس للمنتسبين يعني ابن الهيثم ابن القف ابن الهيثم وابن الخطيب وابن زهر واضافه الى واجبات المستشفى نقل ادويه نقل اكياس مال جثث بعد الله يكون بعونكم زين انا قبل شوي شفت مصابين خلينا نشوف المصابين وين قاعدين خلي اشوفكم المصابين شلون قاعدين بالطرق وبطرق المستشفى خلي نشوف مصابين قاعدين بالاسرة لان الردهات امتلأت ردهات مستشفى صدر العام امتلأت بأعداد المصابين شوفون الاخ هنا مصاب فيروس كروني انا مصاب فيروس كروني حسب المكالمة الهاتفية اللي حصلت وياي من الدكتور علي خابرني قال لي انت مصاب روح للمستشفى وانا بالمستشفى ماكو مكان تقعد فيه صراحة قاعدين هنا بالطريق ماكو مكان يطردوني لا يعطوني النتيجة لا يعطونا النتيجة ولا يعطونا العلاج شنو اللي نافذه انا الثاني جاري مصاب فيروس كورونا هذه الشيعة مالته وهاي كذا والدكاترة بالعزيز يقولون ماكو عزيز وقف ادري وين ردها ردهاك ممتلئة داخل مستشفى الصدر العام ممتلئة بأعداد المصابين وردهات العاجل أيضا ممتلئة يعني رسالة إلى المواطنين كونوا أكثر وعي خلينا نكون أكثر التزامات لأن مستشفيات بغداد بدأت تمتلئ شكرا للحضر شكرا جزيلا وتحياتي لكم.